كما ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال حسنين حسين رئيس حزب الريادة. أستاذ كمال، بعد التحية، يعني كيف تابعت خلال المؤتمر الاقتصادي عددا من مبادرات الحكومة لدعم قطاع الصادرات ودعم الاقتصاد بشكل عام وأيضا تشجيع الاستثمار، فما هو رأيك في أن ذلك كيف يسهم في تحقيق معدلات التنمية المطلوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. المؤتمر الاقتصادي اللي بدأ انعقاده يوم الأحد 23 واختتم اليوم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد يعني مجموعة من الجلسات على مر الأيام الماضية. شارك في هذه الجلسات كل رجال الحكومة على رأسهم السيد مصطفى مدبول رئيس الوزراء وكل والاقتصاد كل وزارة المجموعة الاقتصادية من أجل وضع حلول عاجلة وحلول مستقبلية للاقتصاد المصري. نعم. المؤتمر النهاردة في توصياته التي أعلنها التي كلت بإعلانها الدكتور ضياء رشوان اللي هو نقيب الصحفيين، التوصيات في كل المجالات، وكان من أهم التوصيات اللي هي أعلنها الدكتور ضياء رشوان أن كان في مشكلة تحدث عنها رجال الصناعة والاستيراد في المؤتمر الاقتصادي اللي هي الاعتمادات المستندية، فأعلن السيد من أهم القرارات هو إلغاء الاعتمادات المستندية للمصدرين خلال شهرين، ده كان وعد. كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي من خلال برضو التوصيات اللي هو أعلنها كرئيس وزراء مسؤول عن تنفيذ هذه التوصيات، أعلن أن الدولة المصرية في نظام ملكية الدولة بتفتح كل المجالات للمستثمرين. كان في حاجة مخوفة أو متخوف منها المواطن المصري لما أعلنت عن ملكية الدولة، المواطن اعتقد أن الدولة هتبيع المشروعات بتاعتها والمشروعات الاستثمارية. الدكتور مصطفى مدبولي وضح للنهاردة للحضور في المؤتمر أن المستثمر اللي يخش مشروع ملك الدولة هياخد الإدارة والتشغيل فقط، لكن هيظل المشروع ملك للدولة، زي ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الشاملة اللي أعلن فيها. يمكن كان النهاردة بيتكلم من القلب واتكلم مع أعضاء في الختام المؤتمر، مع الحضور في المؤتمر اتكلم كمواطن مصري كإنسان. نعم. وإنسان تولى المسؤولية كان كل همه بينه وبين ربنا هو المواطن المصري والدولة المصرية، وكان شغله الشاغل. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اتكلم عن مشروعات كتيرة واتكلم عن المواني اللي أنشأتها الدولة المصرية، اللي هو أعلن للمستثمرين قال لهم أنا عندي مواني جاهزة، من يرغب منكم يجي عشان يخش في التشغيل ونتفق معاه. احنا لغينا فكرة ان نقول للمستثمر تعالى ابنيني ملاء هيتكلف، لا، بنقول لك المواني جاهزة تعالى. كل ده ينطبق على باقي المشروعات اللي بتملكها الدولة. الدولة المصرية في نظام ملكية الدولة هتعرض في السنة الأولى مشروعات ب10 مليار دولار على المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب. طيب أستاذ كمال، لو تأذن لي عن محور آخر، وهو يعني من المكان بأهمية، وهو محور الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة الحوار الوطني الذي بدأ في إبريل الماضي، إن هذا الحوار بيعيد تشكيل وصياغة الرأي العام في مصر. هذا التصريح له أهمية كبيرة على هامش توصيات المؤتمر. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا في 26 إبريل أثناء إفطار العائلة المصرية إلى حوار وطني في كل المجالات، ثم بدأت وأعلن كلف الأكاديمية الوطنية للتغيير أنها ليتم استضافة هذا الحوار، ثم تم اختيار الدكتور ضياء رشوان منسقا على الحوار، ثم تم اختيار رئيس للجنة الفنية بقيادة المستشار محمود فوزي، ثم تم اختيار بعد كده مجلس أمناء متكون من 19 من الوطنيين المخلصين المصريين، ثم تحولت المحاور الثلاثة للحوار الوطني اللي اتفق عليها، السياسي إلى 5 لجان، الاقتصادي إلى 8 لجان، الاجتماعي إلى 7 لجان، يعني بقى أصبح الحوار بيشمل 19 لجنة في شتى مناحي: تعليم، صحة، زراعة، تنمية، اقتصاد، في جميع المجالات. مع العلم أن الحوار المجتمعي لم يبدأ بعد، كل ما فات هو الإعداد الجيد، تشكيل الأول مجلس أمناء، ثم مقررين، ثم مقررين اللجان، ثم بعد كده القوى المشاركة بعتت أسماء المشاركين، لكن الحوار لم يبدأ بعد. الرئيس عبد الفتاح السيسي نبه، عشان كده هو دعا، قال إن الاتنين مكملين لبعض، سواء الحوار المجتمعي اللي فيه ملف اقتصادي مع المؤتمر الاقتصادي، عشان كده هو طرح المشروعات أو 8 لجان اللي كانت بتدور في أذهان المواطنين الخاصة بالحوار المجتمعي الذي لم يبدأ بعد،
ان يتم عرضهم على المسؤولين على الحكومه في المؤتمر الاقتصادي، لان الاثنين المجال الاقتصادي احنا عارفين هم اي مواطن في اي مكان في العالم هو الناحيه الاقتصاديه. اود ان اسالك يا استاذ كمال عن انعكاس هذا الموضوع، الحوار الوطني البناء والمثمر وايضا المؤتمر الاقتصادي على كافه فئات المجتمع. وطبعا الحوار الوطني بس رسالة أنه لم يبدأ بعد، يعني الحوار اللي بتشارك فيه كل قوى المجتمع. وهناك فرق عايز أوضح بس حاجة للمشاهد الكريم، أن الحوار المجتمعي هو بين كل قوى المجتمع عشان تخرج بتوصيات رئيس الجمهورية ياخدها هنا الحكومة، أما المؤتمر الاقتصادي يختلف لأن كان بين أصحاب المشكلة اللي هم رجال الصناعة رجال الاقتصاد ومع الحكومة، يعني أنا بقعد بين طرفين، أما الحوار المجتمعي هيبقى بين مجموعة أطراف اللي هم من كل القوى المصرية عشان يتفقوا على عقد اجتماعي جديد في كل المجالات للدولة المصرية. والرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اللي هتخرجوا بيه من الحوار المجتمعي الذي لم يبدأ بعد في 19 لجنة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، أنا كعبد الفتاح رئيس الجمهورية مسؤول عن تنفيذه. لكن الحوار المجتمعي الحوار الوطني لم يبدأ بعد. طيب محور آخر أستاذ كمال لو تأذن لي، عن المشاركة السياسية من كافة أطياف المجتمع، الأحزاب السياسية ودورها، التكتلات، كل أطياف المجتمع ومشاركتهم سواء في الحوار أو في المؤتمر الاقتصادي وما سيخرج به من توصيات. في الحوار الوطني كل الأحزاب مقدمة ملفات اللي هيتم المناقشة فيها عندما يبدأ الحوار. في المؤتمر الاقتصادي كان تم تقديم بعض المقترحات، يعني انا ككمال حسنين امين تنظيم تحالف الاحزاب المصريه على عدده 42 حزب تقدمنا برؤيه تحالف الاحزاب المصريه في المجالات الاقتصاديه المختلفه الثمانيه اللي هم موجودين في الحوار الوطني، ويمكن في حاجات كثيره كنا من ضمن النقط اللي اتكلمنا عنها اللي هي الاعتمادات المستنديه، وفعلا اعلن رئيس الوزراء اليوم ان نعم. على كل الأحوال كل الشكر والتقدير للأستاذ كمال حسنين حسين رئيس حزب الريادة، شكرا جزيلا لك.